هنعمل كبده اسكندراني. بس عايزه اقول لكم ده المشروع اللي انا طول عمري نفسي اعمله. تعالوا بقى نعمل كبده اسكندراني على طريقتي. دلوقتي هنعمل اول حاجه الخلطه. هنعمل معلقه صغيره كزبره ومعلقه صغيره كمون، وايه رايكم في شطه كمان، ملح وفلفل اسود، وما تكتريش، احنا حطينا شطه. وهنحط عليهم كمان قد ربع كوبايه زيت نباتي. دلوقتي هنقلب البهارات اللي احنا حطيناها علشان تتخلط كلها مع بعض، ونشوف هنستعملها في ايه. دلوقتي في بوله هنحط الكبده اللي قطعناها تقطيع رفيع زي ما انتوا شايفين، وهحط عليها التتبيله واسيب منها مقدار معلقه كبيره، وهحط قد معلقتين كبار ثوم. نقلب كل الخلطه دي مع بعضها علشان الكبده تتبل كلها كويس، وبعدين نشوف الخطوه اللي بعدها. دلوقتي علشان تقطعي الكبده اسكندراني زي ما المفروض، لازم تجيبي الكبده وتفرزنيها، وبعد ما تفرزنيها تطلعيها وتبتدي تقطعيها بسكينه حاميه قوي رفيع جدا. لو انت بتقطعيها وهي سايبه خالص مش هتتقطع معاكي رفيع، لازم تكون متلجه، ومش لسه متلجه قوي يعني، سيبيها تفك سنه وابتدي قطعي. وما تنسيش تشيلي حته القشره اللي تشال من عليها، او تقولي للجزار يشيلها. وفي طاسه هحط برده قد ربع كوبايه زيت كمان، وطبعا الكبده بتحب الزيت الكتير علشان نطلع منها صوص جميل. هنزل بالتتبيله اللي انا كنت عملتها وجهزتها، وهنزل عليها بحبه ثوم صغننين غير اللي تبلت بيها، ونقلب على طول. اول ما الريحه الحلوه قوي دي تطلع ننزل بالكبده، وقلبي. صوت ده يجنن. ما تقلبيش الكبده كتير علشان ما تتهريش. لما الكبده تبتدي كده زي ما انتوا شايفين تغير لون، انزلي عليها بفلفل. انا عامله النهارده فلفل رومي، تحبي تعملي شطه يبقى تمام. دلوقتي هننزل بمعلقه كبيره خل، ونقلب تقليبه. شايفين الزيت مفلفلها ازاي؟ ومش قادره اقول لكم انا بقى على الريحه. لما يكمل سوى الكبده حطي عليها عصير ليمونه وقلبي. الريحه مش طبيعيه. اقول لكم انا هعمل ايه، انا هعمل ساندوتش وانتوا تتفرجوا عليا بس. انا بفتح الساندوتش كده ايوه، بطاطي اللي بابا جوه عشان ياخد اكتر كميه كبده ممكنه. وخدي بقى من الكبده والبهاريز اللي تحت الكبده، شايفه كده؟ وتعالي بقى عصره ليمون كده ايوه. طباخ السم بيدوق. باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.